مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون جمهورية سوماليلاند وأبرز ما فيها. مشاركة كل من وزير التربية والتعليم العالي، وزير الدولة للتربية، وزير الدين والأوقاف في مناسبة أقيمت بفندق منصور بالعاصمة هرقيسة. مشاركة وزير وزارة الرياضة والشباب معالي علي سعيد ريجل في مناسبة كبيرة في مدينة هرقيسة. اجتماع للجنة الانتخابات الوطنية بجمهورية سوماليلاند مع رؤساء الأحزاب السياسية الوطنية. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الآن نشرها بالتفصيل. شارك كل من وزير التربية والتعليم العالي ووزير الدولة للتربية ووزير الدين والأوقاف وعمدة العاصمة في مناسبة كبيرة أقامتها هيئة جلوبال فند، وذلك بفندق منصور بالعاصمة هرقيسة. شارك كل من وزير التربية والتعليم العالي ووزير الدولة للتربية والتعليم ووزير الدين والأوقاف وعمدة هرقيسة وإدارة مدارس هرقيسة في مناسبة كبيرة أقامتها هيئة جلوبال فند، وذلك بفندق منصور بالعاصمة هرقيسة. وتحدث في بداية المناسبة بكلمة وزير الدين والأوقاف معالي الشيخ خليل عبد الله أحمد، وقال بأنه يوجد تعاون مشترك بين الهيئة والبلدية، وأنه يجب المحافظة على النظافة العامة للمدينة. ووزير الدولة للتربية والتعليم العالي معالي أحمد نور فاهية أثنى على الجهود التي تبذلها الهيئة في المحافظة على النظافة المدينة. وتحدث بكلمة وكيل البنك العالمي لسوماليلاند السيد بيتر وسيد أسنان وسيد عبد الرحمن محمد المتحدث الرسمي لهيئة جلوبال فند، حيث أشار من خلال كلمته بأنهم قدموا الدعم للدولة في مجال المحافظة على النظافة العامة للمدينة. شارك وزير الشباب والرياضة معالي علي سعيد ريجل في مناسبة كبيرة عقدت في العاصمة هرقيسة، هدفت إلى كيفية الاستفادة من الثروة السمكية في سوماليلاند. تمت إقامة مناسبة كبيرة هدفت إلى كيفية الاستفادة من الثروة السمكية في سوماليلاند. ومن ناحية أخرى تم عرض مشروع موسع من أجل دعم الصيادين، وسيستمر هذا المشروع لمدة سنتين. وشارك في هذه المناسبة وزير وزارة الشباب والرياضة والنائب وزير وزارة الثروة السمكية والمدير العام لوزارة الثروة السمكية ومسؤولين من هيئة سونسوف وبعضهم من مسؤولي البنك العالمي، حيث قدم هناك نائب وزير وزارة الثروة السمكية شرحا مفصلا عن أهمية الخيرات البحرية للوطن والمجتمع، وأشار أنه يجب على المجتمع الصوماليلاندي الاستفادة من الخيرات البحرية للوصول الاكتفاء الذاتي. وفي ختام هذه المناسبة أن وزير وزارة الشباب والرياضة معالي علي سعيد ريجل وزارة الثروة السمكية والخيرات البحرية من إنجازاتها التقدمية والتطورية في مجال الثروة السمكية، ووجه نداء للمجتمع الصوماليلاندي بالاستفادة من الثروة السمكية والخيرات البحرية في الوطن. اجتمعت لجنة الانتخابات الوطنية بجمهورية سوماليلاند مع رؤساء الأحزاب السياسية الوطنية الثلاثة في مقر لجنة الانتخابات من أجل تسجيل الناخبين. اجتمعت لجنة الانتخابات الوطنية بجمهورية سوماليلاند مع رؤساء الأحزاب السياسية الوطنية الثلاثة في مقر لجنة الانتخابات من أجل عملية تسجيل الناخبين. وبعد الانتهاء من الاجتماع صرح رؤساء الأحزاب السياسية لوسائل الإعلام عن نجاح الانتخابات التجريبية، وتحدث بكلمة رئيس حزب وطني سعادة عبد الرحمن محمد عبد الله عرو قائلا: كما تعرفون هذه كانت انتخابات تجريبية بدأت في الشهر السادس وسارت على خير ما يرام، وأن الاستعدادات الانتخابات تسير على الشكل المطلوب. وتحدث بكلمة رئيس حزب أعد سعادة فيصل علي ورابح أثنى على الجهود التي تبذلها لجنة الانتخابات الوطنية. وألقى رئيس اللجنة التنفيذية لحزب كلمية الحاكم السيد شامع شبيل أشار من خلالها بأن الاستعدادات التي قامت بها اللجنة تسري على الشكل المطلوب. عقدت اللجنة المسؤولة عن تمهيد وإصلاح طريق بلق وبدلي مؤتمرا صحفيا بمدينة هرقيسة، أعلنت من خلاله بتفاصيل عن المرحلة التي تمر بها عملية إصلاح الطريق. عقدت اللجنة المسؤولة عن تمهيد وإصلاح طريق بلق وبدلي مؤتمرا صحفيا بمدينة هرقيسة، أعلنت من خلاله بتفاصيل عن المرحلة التي تمر بها عملية إصلاح الطريق الذي سيربط العاصمة هرقيسة بمدينة بلق وبدلي. كما قاموا أيضا بالإعلان عن حجم التبرعات التي تم جمعها حتى الآن. هذا وقد وجهت اللجنة المسؤولة عن طريق بلق وبدلي الشكر والثناء لرئيس جمهورية سوماليلاند فخامة أحمد محمد محمود سينايو على دعمه الكبير والمتواصل لهذا المشروع. وذكرت أن التبرعات التي تم جمعها حتى الآن بلغت مبلغ وقدره 44,500 دولار، بالإضافة إلى تبرعات على شكل أراضي بلغت قيمتها 200,000 دولار. وحثت اللجنة كافة المواطنين بضرورة مواصلة التبرع لهذا المشروع. وفي الختام تحدث بكلمة عضو مجلس النواب بجمهورية سوماليلاند السيد أحمد محمد ديرية نعنع، وجه من خلال كلمته نداء إلى كافة مواطني سوماليلاند في الخارج بضرورة المشاركة في جمع تبرعات لهذا المشروع، والذي يعد من أهم المشاريع التطويرية في الوطن. في الشأن العالمي،
يظل تصويت الأكراد في قضية مهمة في الانتخابات الرئاسية في تركيا والمقررة في 10 و24 من الشهر الجاري. يظل تصويت الأكراد قضية مهمة في الانتخابات الرئاسية في تركيا والمقررة في 10 و24 من الشهر الجاري. وتمثل الأقلية الكردية نسبة 20% من عموم الشعب التركي. صوت البرلمان التركي على مشروع قرار بقصد إحياء مسار السلام مع من تسميهم أنقرة بالمتمردين الأكراد، وهي مبادرة اقترحها حزب العدالة والتنمية والتي رحب بها زعيم حزب العمل الكردستاني عبدالله أوغلان، والذي دعا لطاولة المفاوضات منذ خريف عام 2012. هذه الخطوة التي دفع بها رئيس الوزراء والتي ترمي إلى روح التقارب لاقت استحسانا كبيرا، فالأكراد يفضلون الأحزاب التي تدافع عن المكون الرئيسي القائم على الدفاع عن الهوية الكردية، وهم مخيرون اليوم بين المرشح المنحدر من أقليتهم الكردية وهو صلاح الدين، وهو محامي لم يتجاوز بعد 41 سنة، وتقول الاستطلاعات أنه سيحصل على أقل من 10% من الأصوات، والمرشح الثاني الذي يقف معارضا لأردوغان وهو الدبلوماسي إكمال الدين هو المتوقع أن يحصل على 40% من الأصوات. يعتقد كثير من الأكراد أنه إذا تم انتخاب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فإن مسار السلام سيتوقف وسوف نعود إلى مرحلة الصراع، وهذا هو الأمر الذي يشغل كثير من الناس وقد يحافزهم على دعم أردوغان، ورئيس الوزراء سيستفيد من ذلك لا محالة. مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا من أنباء لهذه الليلة، على أمل اللقاء بكم في نشرتنا القادمة. تقبلوا مني وفريق العمل أطيب المنى، وإلى اللقاء.